هزم جيش هتلر ودخل حروباً طاحنة من أضخم الجيوش في التاريخ وأكثرهم وحشية. تأسس على أنقاض الإمبراطورية الروسية ليكون درعاً للشيوعية. اتخذ من لون الدم شعاراً له ليبطش بمعارضيه وأعدائه. الجيش الأحمر، جيش الرعب السوفيتي، جيش الشيوعية. عقب اندلاع الثورة الروسية عام 1917 وسقوط الإمبراطورية الروسية ليصعد محلها الشيوعيون، كان جيش الإمبراطورية قد تفكك ومعه مؤسساتها بالكامل، فقررت الحكومة الشيوعية طلب المتطوعين للجيش. وبالفعل في 28 من يناير عام 1918 أصدر مرسوم رسمي يطلب المتطوعين من العمال والفلاحين، الأمر الذي لاقى استجابة واسعة، وتم بذلك وضع النواة الأساسية للجيش ليكون اسمه الجيش الأحمر للعمال والفلاحين. خاض الجيش أول معاركه ضد الألمان في الحرب العالمية الأولى، وذلك في 23 من فبراير عام 1918، ليتحول ذلك اليوم ليوم وطني. بسبب القوة التي أظهرها جيش المتطوعين عقب ذلك بأشهر، أصدرت الحكومة السوفيتية مرسوماً جديداً ينص على التدريب العسكري الإجباري للعمال والفلاحين. ومن هنا كانت بداية الجيش الأحمر تحت قيادة ليون تروتسكي الشيوعي، الذي يعتبر مؤسس وملهم الجيش الأحمر. الحرب الأهلية. اندلعت الحرب الأهلية سريعاً عقب تأسيس الجيش، والتي كانت بين البلاشفة وبقايا الجيش الروسي الذي كان مدعوماً من دول أجنبية عدة. دخل الجيش معارك طاحنة تكبد فيها خسائر فادحة عام 1918، ومع حلول عام 1919 استعاد الجيش زمام الأمور بعد كسبه ولاء عدد من الضباط القدامى، ليتمكن عام 1920 من سحق كل المقاومة في الجزء الأوروبي من روسيا، ثم انتقل للقتال في الشرق الأقصى. وخلال عامين نجح بحسم المعركة لصالحه على الرغم من فقدان عناصره للخبرة والأسلحة الحديثة، إلا أن هناك عدة أسباب ساعدت على انتصاره، أبرزها الدعاية المكثفة لإقناع العمال والفلاحين للقتال بجانبه، ومعها التدريب العسكري الذي استمر خلال المعارك، وآخرها إقناع ضباط الجيش الروسي بالانضمام له، ما ساعده على تنظيم الصفوف وتدريب العناصر. الحرب العالمية الثانية. مع انطلاق الهجوم النازي على روسيا ضم الجيش 5 ملايين جندي، وخلال عامين بعدها جند أكثر من 3 ملايين آخرين. ورغم الخسائر الكبيرة التي تعرض لها من قبل الجيش النازي، أعاد ستالين تنظيم صفوفه ليواجه جيش هتلر في ستالينغراد الذي نجح بهزيمة النازية فيها، لتكون نقطة التحول في الحرب العالمية الثانية، حيث كانت أول هزيمة لهتلر. وبعدها استمر تقدم الجيش الأحمر حتى دخل برلين، وتذكر التقارير أن ضباط هتلر كانوا يخافون من الوقوع بيد الجيش الأحمر، ما دفع بالبعض منهم للانتحار، أبرزهم الضابط الشهير هاملر، خوفا من انتقام الروس منهم بعد المجازر التي ارتكبوها بحقهم خلال الغزو. يؤكد المؤرخون أن الجيش الأحمر لعب دوراً كبيراً بحسم الحرب العالمية بسبب القوة البشرية الهائلة والتنظيم الذي اكتسبه من الحرب الأهلية. نساء الجيش الأحمر. مع الدور الكبير الذي لعبه رجال الجيش خلال الحرب العالمية الثانية، كان من ضمن صفوف الجيش العديد من النساء، حيث ظهرت عام 1941 فرقة نسائية حملت اسم ساحرات الليل، والتي كبدت النازيين خسائر فادحة، حيث قادت النساء الطائرات وخصوصاً على الجبهة الشرقية، وألقت تلك الطائرات خلال الحرب 23,000 طنا من القنابل، وشاركوا في 30,000 طلعة جوية حتى آخر أيام الحرب، وحصلوا على العديد من الأوسمة السوفيتية، ولا تزال تذكر أسماؤهم حتى اليوم، أبرزهم الطيارة ماريا راسكوفا. نهاية الجيش. مع نهاية الحرب العالمية الثانية، بلغ عدد قوات الجيش الأحمر أكثر من 11 مليون جندي. ورغم القوة الهائلة والانتصار، بدأ التسريح في نهاية عام 1945، وخلال سنوات قليلة انخفض عدد القوات ليصل إلى أقل من 3 ملايين جندي.
وعقب ذلك بعام أزيلت كلمة الأحمر من الاسم ليتحول إلى الجيش السوفيتي، وأعيد هيكلة الجيش ضمن ضوابط صارمة حتى انهار الاتحاد السوفيتي عام 1991، ومعها أعلن عن تفكك الجيش الأحمر وحلت محله القوات المسلحة الروسية، لتنتهي بذلك أسطورة الجيش الأحمر إلى الأبد.